أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا بكم، حياكم الله. يعني لو تحدثنا بداية عن تأثير هذه الحادثة تحديدا على المجتمع البريطاني ككل وعلى الأقلية المسلمة أيضا بشكل خاص. دعيني أقول في البداية بأن المسلمون في أوروبا بشكل عام وأيضا في بريطانيا تنتظرهم تحديات وصعوبات جمة خلال الفترة القادمة للأسف الشديد. يمكننا أن نقول بأننا كمسلمين في أوروبا نعيش أزمة نحن لسنا سببها، يعني لسنا سبب هذه الأزمة التي يعيشها المسلمون. هناك ثلاث مسببات أود أن باختصار أن نعم أذكرها قبل أن آتي إلى الموضوع المسجد. السبب الأول وهو أن هناك قلة قليلة من المسلمين للأسف الشديد، هم متطرفون لا شك في ذلك، ويقوموا بأعمال تنافي الإسلام وتؤذي المسلمين في أوروبا، وبعضهم مغرر بهم من قبل أجهزة تشغلهم كيفما يشاءون. الأمر الثاني هو أن المسلمين في أوروبا ليس لهم ظهير، ليس لهم من يقف معهم ويدافع عنهم كباقي الجاليات مثل الهنود أو اليهود أو غيرهم من الجاليات للأسف، بل بالعكس الذي يفترض أن يدافع عنهم هو من يحرض عليهم. ورأينا وزير خارجية الإمارات ورأينا السيسي ومفتيه كيف حرضوا على المسلمين في الغرب وفي أوروبا بشكل رئيسي. وهذا يدفعنا إلى المسبب الثالث، وهو أن اليمين المتطرف يستغل هذا الأمر، ومن ورائه بعض السياسيين الزعماء السياسيين كماكرون وترامب وغيرهم من السياسيين الذين يحرضون على الإسلام والمسلمين في أوروبا. هذا واقع الحال الآن في أوروبا، ولذلك علينا كمسلمين أن ننتبه لهذه الأمور ونحاول بقدر ما نستطيع أن نجب عن المسلمين في أوروبا. أما فيما يتعلق في المسجد، فكيتي هوبكنز هي معروفة بأنها كاتبة متطرفة من اليمين المتطرف، وكتبت خلال شهر رمضان المبارك الماضي، كان هناك حادثة ليست بعيدة جدا عن المسجد ولكنها ليست أمام المسجد، حصلت بين الشرطة وبعض الشباب في تلك المنطقة. قامت بوضع تغريدة على تويتر تتهم أعضاء من المسجد بأنهم قاموا بالاعتداء على الشرطة في هذه المنطقة، واتهمت المسجد بالتطرف. طبعا نحن في بلد ديمقراطي، في بلد يحترم الحقوق، وهناك قانون ممكن أن نلجأ له في مثل هذه الحالات، ولذلك لجأنا إلى القانون ورفعنا دعوة على هذه الكاتبة وطالبناها بسحب هذه التغريدة والاعتذار عن هذا الأمر. وبعد حوالي 4 أو 5 أشهر وافقت على ذلك وقامت باعتذار أظنكم اطلعتم عليه، ولم نكتفي بذلك بل طلبنا منها أن تضع أيضا الأعمال الإيجابية التي قام بها المسجد في تلك المنطقة، والحمد لله كان هذا يعتبر نصرا للمسجد ونصرا للجالية في تلك المنطقة. وهذه أول مرة على ما أذكر تقوم هذه الكاتبة بالاعتذار للمسلمين بهذه الطريقة، وهي المعروفة بعنصريتها وبكرهها للإسلام والمسلمين في ليس فقط في أوروبا ولكن في كل مكان حقيقة. من يطلع على تغريداتها وكتاباتها يرى بأنها عنصرية لأبعد حدود، ولذلك الحمد لله كان هذا يعتبر دفعة للمسلمين في بريطانيا. ونحن لم نقم بذلك فقط للمسجد، بل قمنا بذلك للجالية المسلمة، لإظهار لهذه الجالية جاليتنا المسلمة بأننا نستطيع أن نقوم بشيء، نستطيع أن ندافع عن أنفسنا، لأننا لو وافقنا نحن أو لم نفعل شيء لكان ما كتبت وكأنه واقع على المسجد وواقع على الجالية المسلمة، ويصبح يعني من يريد أن يهاجم المسجد يقوم بالإشارة لمثل هذا الكلام الذي قيل. لذلك كان من المهم بأن نقوم برفع الظلم ورفع هذه الاتهامات الباطلة عن المسجد وعن الجالية المسلمة في بريطانيا. طب أستاذ محمد، هنالك قانون وهنالك أيضا مسؤولية اجتماعية أو لنقل روح القانون، وفعليا أنتم مسجد معروف ومهم موجود في بلد غير مسلم. حدثنا عن دوركم، المسؤولية الاجتماعية التي تطبقونها سواء اتجاه المجتمع البريطاني ككل
واتجاه أيضا الجالية المسلمة، بحيث تستطيعون بالفعل أن تكسبوا الرأي العام في بريطانيا، وأيضا أن تشعروا المجتمع البريطاني أنكم جزء من هذا المجتمع ولستم منفصلين عنه؟ سؤال مهم. نحن منذ أن استلمنا هذا المسجد منذ 2005 لم نعتبره فقط مسجدا للصلاة ومع أهمية ذلك للمسلمين، ولكنه مركزا بكل معنى الكلمة، مركزا اجتماعيا يقوم بخدمة المسلمين وغير المسلمين في المنطقة. وهذا ما تم بالفعل، حيث فتحنا أبواب المسجد لكل الأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية، إضافة طبعا للأعمال الدينية اللي هي الصلوات والمحاضرات وغيرها من الأمور. هذا مفروغ منه، ولكن المسجد كان مركزا لكل هؤلاء من مسلمين وغير مسلمين، والحمد لله قمنا بأعمال كبيرة، وقام المسجد حتى أنه فاز بعدة جوائز مختلفة في بريطانيا على عمله هذا الذي يقوم به. أنا أعطيك مثال فقط على ما قام به المسجد خلال فترة جائحة كورونا. خلال الأشهر الماضية طبعا المساجد كانت مغلقة في تلك الفترة، ولكننا أبينا أن نغلق المسجد دون أن نقوم بأعمال إيجابية وخيرية لخدمة المسلمين وغير المسلمين في تلك المنطقة. فقمنا بتوزيع الطعام على المستشفيات التي كانت تعاني في الفترة الأولى من قلة الطعام بسبب أنه لم يكن مستعدين لمثل هذا الوضع الذي كان موجودا. أيضا قمنا بتوزيع المعدات الطبية من كمامات وغيرها من المعدات التي تساعد في محاربة فيروس كورونا. أيضا قمنا بوضع تليفون ساخن، يعني خط ساخن يقوم الناس بالاتصال به من مسلمين وغير المسلمين لمن لديه مشاكل اجتماعية نفسية. عندنا كان متخصصين لمساعدة في معالجة هذه المشاكل. أيضا قمنا بتوزيع يعني كتيبات ومعلومات عن قضية التباعد الاجتماعي في تلك المنطقة، والحمد لله حتى البلدية هناك وعضو البرلمان يعني كتب عن المسجد وذكر بأن المسجد يقوم بأعمال مهمة جدا لخدمة الجالية. هذا هو الاندماج بما نراه نحن كمسلمين. نحن كبريطانيين نعتز بديننا الإسلامي ونعتز بمواطنتنا البريطانية. الاندماج لا يكون بخلع الحجاب للمرأة أو بحلق اللحية للرجل. الاندماج يكون من خلال الأعمال الإيجابية الاجتماعية الثقافية السياسية المالية التي نساهم في خدمة جاليتنا وفي خدمة المجتمع بشكل عام. وهذا ما يقوم به معظم المساجد في بريطانيا ولله الحمد، ولكن للأسف الشديد الإعلام لا يضوي على هذه الأمور ولا يبرز ما تقوم به إلا عندما يكون هناك مشكلة، مثل المشكلة التي حصلت عندنا في المسجد. هناك عشرات من الصحف والإعلام البريطاني كتب عن اعتذار كيتي هوبكنز، وهذا كان مهم جدا. والحمد لله لو كنا نريد أن نقوم بحملة علاقات عامة لأن نطلب من هذه الصحف تكتب عن المسجد بهذا الشكل الإيجابي لما استطعنا، ولكن رب ضارة نافعة. لكن بالمناسبة أستاذ محمد، على سيرة الكتابة عن الاعتذار، يعني أنا شاهدت كثير من العناوين التي كتبتها صحف مرموقة عالميا، كتبت الكاتبة هوبكنز يعني تجبر على الاعتذار، يعني استخدمت كلمة الإجبار في إشارة. أنتم برأيكم هذا كان، يعني هذا المصطلح كان إيجابي أم سلبي؟ يعني هو إجبار قانوني في نهاية الأمر ولم يكن إجبار مجتمعي. ما رأيكم بمصطلح الإجبار اللي استخدمته الصحف؟ هذا صحيح، لا بالعكس، كان إيجابيا لنا، لأنه بيّن بأننا نستطيع أن ندافع عن أنفسنا كمسلمين ونستطيع أن نجبر كاتبة مثل كيتي هوبكنز بأن تعتذر، لأنه لو لم نفعل ذلك لن تعتذر، لم تعتذر لأنها مقتنعة بأنها أخطأت، اعتذرت لأنها أجبرت على الاعتذار. وهذا ما نريده من المؤسسات الإسلامية، أن تدافع عن نفسها، أن لا تترك مثل هذه الأمور لأنها تصبح واقعا. يعني التغريدة التي كتبتها لو لم تسحبها وتعتذر عنها لأصبحت واقعا الآن. لذلك هذا الأمر مهم جدا لنا كمسلمين. وكما ذكرت، الموضوع لم يكن موضوع المسجد عندنا فقط، الموضوع كان عبارة عن
مثال يحتذى به من الجالية المسلمة ومن المؤسسات الإسلامية في بريطانيا، وهذا ما سمعناه نحن من خلال من اتصل بنا يبارك لنا بأنه أنتم فتحتم لنا الباب ونحن يعني سنقوم بذلك في المستقبل وغيرها من الأمور. فالحمد لله هذا كما ذكرت رب ضارة نافعة، كان الأمر إيجابيا للمسلمين في بريطانيا. نعم أستاذ محمد، كنت قد تحدثت قبل قليل عن المساعدات التي قدمتموها للمستشفيات في ظل جائحة كورونا، أنا أود أن تذكر لنا ولو قصة عن ردة فعل إيجابية، قصة مجتمعية بعيدا عما تكتبه الصحف أو ما يتناوله الإعلام، هذه القصص الإيجابية التي تحدث معكم من خلال عملكم وبالفعل يعني تدفعكم للعمل أكثر والاندماج أكثر والسير أكثر بالطريق الصحيح. هناك قصص عديدة، ولكن أذكر منها قصة واحدة، أنه إحدى الجيران التي تسكن قريبة من المسجد وهي ليست مسلمة جاءت إلى المسجد وفي يوم من الأيام وكان المسجد مغلقا وبقيت واقفة أمام باب المسجد إلى أن أتى يعني أحد الموظفين أو أحد الـ يعني الـ من لديه المفتاح للمسجد، وعندما أراد الدخول قالت أريد أن أدخل وأتكلم مع أحد المسؤولين في المسجد، فكان أن طلبني ونزلت من المسجد لأتكلم معها، قالت لي انظر نحن نرى ما تقدمونه من مساعدات للجالية هنا وأرى أنكم لا تميزون بين مسلمين وغير مسلمين، تقدمون هذه المساعدات للجميع، ولذلك أريد أن أساهم ولو بشيء بسيط من قبلي لعملكم، وقدمت لي 20 جنيها استرلينيا وقالت أريد أن أساهم في هذا الأمر لحملة الحصص الغذائية التي تقدمونها للفقراء ولكبار السن الذين لا يستطيعون الخروج من بيوتهم، وهذا كانت في عز جائحة كورونا عندما كان البلد مغلقا لا يستطيع الناس أن تخرج من بيوتها، فكنا نوصل هذه الحصص إلى بيوت الناس، يتصلوا بنا على الرقم الساخن ويعطونا العناوين ونحن نوصلها من خلال متطوعين كانوا لدينا ولله الحمد. فهذه الرمزية يعني في أن تقدم 20 جنيها لنا لاستمرار هذا المشروع، هذه رمزية نعتبرها صحيح. رمزية إيجابية جدا، ومن مواطنة بريطانية ليست مسلمة حتى، فلذلك وكثير من هذه القصص كانت تحصل عندنا في المسجد وفي مساجد أخرى، ولذلك أهمية أن نقوم نحن كمساجد في مثل هذه الأعمال الإيجابية لها لا شك لها وقع إيجابي على غير المسلمين، وهذا نوع من تقارب أو إيصال فكرة أن المساجد هي ليست كما يصورونها مساجد للتطرف ولغيرها من الأمور، بل هي مساجد ومراكز ممكن أن يكون لها دور إيجابي جدا في خدمة المجتمع صحيح. البريطاني بكل أطيافه، وهذا ما يحصل حقيقة. نحن لسنا مسجد فينزبري بارك نعم. فقط، ولكن مساجد في كل بريطانيا تقوم بمثل هذه الأدوار الإيجابية، وهي حقيقة أستاذ محمد يعني رسالة لكل العالم العربي والمسلم عن أهمية إعادة إحياء دور المسجد ونقل العبادة من داخل الجامع إلى تفاصيل الحياة. شكرا جزيلا للأستاذ محمد كزبر رئيس مجلس أمناء مسجد فينزبري بارك في بريطانيا، شكرا جزيلا.